الإمام زين العابدين عليه السلام، علي بن الحسين صلوات الله عليهما، ذات مرة قاعد يصلي في بيته، وبيته احترق والناس انخبصت: يا علي بن الحسين، يا إمامنا، اخرج، بيتك يحترق. والإمام بغير عالم، في عالم العشق مع الله عز وجل، مو بحال النار. الإمام بعالم آخر، تعرف يعني شنو عالم آخر؟ مع الله، منقطع عن عالمنا لما يصلي، لأنه في لقاء ملك الملوك. فمن طفت النار قالوا له: ليش ما درت النبال؟ ليش ما طلعت؟ قال لهم: شغلتني النار الكبرى عن ناركم هذه. النار الكبرى هي نار الحب، لأنه هو معصوم. أي نار جهنم يدخلها؟ حاشاه، بل هو من أهل الجنة، بل هو سيد الجنة، لأنه آباءه وأولاده سلام الله عليهم سادة الجنة، ونحن بشفاعتهم ندخل الجنة بأمر الله عز وجل. فأي نار يتكلم عنها؟ بل هي نار الحب، لأنه اللي يحب الله عز وجل ينقطع عن هذا العالم البائس ويكون مع عالم الله عز وجل. بالصلاة: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لذلك لازم نخلي صلاتنا مثل صلاة إمامنا زين العابدين.